بقول لك ايه، بلاش ندخل، ما تيجي نرجع. يعني انا قلت لك كده من الاول، مش عارفه ليه قلبي مش مرتاح. هو حقه الصراحه يعني مرتاحش. سامحه، انا اللي حاسه انت مخبيه حاجه عني. فريدة، عشان اريحك انا هرجع لهند. هذا كل اللي سمعته؟ كل اللي سمعته ده كدبه اصلا. طب وانا يا يوسف؟ صفحتك اتقفلت يا فريدة. كل ده عشان واحدة زي دي؟ لو سمحتي ما تغلطيش فيها، عمرها ما غلطت فيك، يعني إذنك. رايح فين؟ رايح وراها؟ ده اليوم اللي أشوفك فيه بتجري ورا واحدة. أنا ما بجريش ورا حد، بس في نفس الوقت ما بجرحش حد. ما بتجرحش حد؟ أنت ما بتعملش حاجة في حياتك غير إنك بتجرح كل اللي حواليك، وخصوصا اللي بيحبوك. ده رأيك، ورأيك ملوش لازمة أصلا. لا ده مش رأيي، ده رأي كل اللي عرفوه، رأي كل بنت دخلت حياتك. ماشي يا فريدة، أوعي بقى سيبيني بقى. كنت عارفة صح؟ عشان كده قلت لي بلاش. عشان كده أول مرة تقولي لي ما كملش، مش كده؟ لا والله خالص، أنا كل اللي أنا كنت عارفاه إنه هو راح يسأل على وليد إذا كان كويس ولا لأ، عشان يطمن إذا كان هو بيكتب ولا أنت اللي وحشة. هند، كنت عايز أتكلم معاكي. كل اللي انت عايز تقوله يا يوسف انا شفته خلاص. اللي شفتيه جوه عكس اللي هتسمعيه مني. طبيعي. انت هتغلط نفسك؟ انا لو هغلط نفسي كان زماني قاعد جوه. انا طلعت وراك عشان افهمك. عايز تفهمني ايه؟ شفتها صدفة؟ ولا رحت تسأل على وليد عشان تقدم لاختك؟ لا ما شفتهاش صدفة. هي اللي جات لي وانا قلت لها مش هينفع. اما بالنسبه مش عايز اسمع. انت اللي لازم تسمع. انا جيت لك هنا عشان انت كنت وحشني، رغم كل اللي انت عملته معايا برضه لسه وحشني. بس انا بقى ربنا ما قردليش ان انا افضل حتى احساس حلو جوايا الانسان كله، هو حاسه من ناحيتي بخوف وشك وعدم امان. عشان كده انا شفت اللي انا شفته بعيني. عشان ما توحشني تاني ولا اشيل لك احساس حلو تاني في قلبي. يلا سامح.